بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحيين. سنتناول في هذا الفيديو إن شاء الله موضوع التحول في المنحيين، ونجيب عن السؤال التالي: هل يمكن لتفاعل أن يحدث في المنحيين؟ لذا ننجز نشاط تجريبي التالي: نشاط تجريبي. كأسين، كأس رقم واحد وكأس رقم جوج. كأس رقم واحد وكأس رقم جوج، هذان الكأسان يحتويان على محلول حمض الإيثانويك. هذان الكأسان يحتويان على محلول حمض الإيثانويك، تركيزه سي يساوي 10^2 مول اللتر، وحجمه في يساوي 50 مليلتر. في البداية نقيس بي اش، نقيس بي اش المحلول، نقيس بي اش المحلول في الكأسين، نقيس بي اش المحلول في هذا الكأس، بالطبع سيكون نفس بي اش لأن لهما نفس التركيز ونفس الحجم. إذن قبل الإضافة، قبل قياس البي اش، قبل الإضافة، قبل الإضافة بي اش نجد قبل الإضافة بي اش في كل من الكأسين يساوي بي اش في الكأس واحد والكأس اثنان، كأس واحد واثنان يساوي أربعة، بي اش يساوي أربعة، بي اش يساوي أربعة. في الكأس واحد نضيف 1 مليلتر، 1 مليلتر من حمض الإيثانويك الخالص، حمض الإيثانويك الخالص. ثم نقيس بي اش، بي اش هذا في الكأس واحد، وفي الكأس اثنان نضيف 0.5 غرام من بلورات إيثانوات صوديوم، بلورات إيثانوات صوديوم، صيغته سي اش ثلاثة سي او اثنان ناقص ان ا زائد، وحمض الإيثانويك صيغته سي اش ثلاثة سي او اثنان اش. ونلاحظ ماذا يحدث، اي ناقص بي اش بعد الإضافة. بعد الإضافة نلاحظ أن البي اش في الكأس واحد، في الكأس واحد، كأس واحد بي اش يساوي 2.65، بي اش يساوي 2.65، بينما في الكأس اثنان، كأس اثنان بي اش يساوي 5، نرمز له بي اش واحد، نرمز ل بي اش 2، بي اش كأس 2 بي اش 2 يساوي 5.4، 5.4. إذن ما هو الاستنتاج الذي، أو كيف نفسر هذا التزايد في الكأس واحد، تزايد البي اش في الكأس جوج، وتناقص البي اش
في الكأس 2. إذن لدينا أيضا بي اش، العلاقة بين بي اش وأشلتا أوزائيد، أشلتا أوزائيد تساوي أس ناقص بي اش. لدينا العلاقة أو بي اش يساوي ناقص لوج أشلتا أوزائيد. إذن في الكأس 1 يتناقص البي اش في الكأس 1 يتناقص البي اش، يتناقص بي اش، حيث بي اش يساوي 4 قبل الإضافة وبعد الإضافة يساوي 2.65، أي يتناقص البي اش. بينما التركيز اش 3 او زائد يتزايد، بينما اش 3 او زائد يتزايد في المحلول، لأنه العكس، بي اش تساوي اش اس ناقص بي اش. إذا كان البي اش يتناقص من اش 3 او زائد يزداد والعكس. في الكأس رقم 2، في الكأس رقم 2 يتزايد بي اش المحلول بينما اش 3 او زائد يتناقص، حسب العلاقة بي اش تساوي ناقص لوج اش 3 او زائد، او اش 3 او زائد تساوي اش ناقص بي اش. إذن نفسر هذا التزايد وهذا التناقص في كل من الكأسين. نكتب في البداية معادلة ذوبان، معادلة تفاعل حمض الإيثانوميك، معادلة تفاعل حمض الإيثانوميك مع الماء. ما هي المعادلة؟ معادلة CH3CO زائد CH3CO2H زائد H2O، ويعطي CH3CO2 ناقص زائد H3O زائد. عند إضافة CH3CO2H الخالص، حمض الإيثانوك الخالص، نلاحظ تزايد H3O زائد. نفسر هذا بأن التفاعل يتطور في المنحة 1، مع أن H3O زائد يزداد في المحلول، إذن التفاعل يتطور في المنحة 1 أو ينزاح نحو المنحة 1 لمنحة تكون H3O زائد. في الكأس 2 نلاحظ أن H3O زائد يتناقص، معناه أن التفاعل ينزاح في المنحة 2. H3O زائد يتناقص، أي يتفاعل مع CH3CO2 CO2 ناقص المضاف، إذن ينزح في المنحة 2. تفسير عندما يحدث تحول كيميائي محدود، طوط أصغر من 1، تتواجد المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية. تتواجد المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية. إذن نكتب عندما يحدث تحول محدود، تحول كيميائي محدود أي عندما نحسب الطن نجدها أصغر من 1، نحسب الطن نجدها أصغر من 1، تتواجد المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية. تتواجد المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية. وننمذج هذا التحول، وننمذج هذا التحول كالتالي: A زائد
بي يعطي في المنحة واحد سي زائد دي، كذلك سي زائد دي يعطي في المنحة جوج. إذا نمديش بسهمين متعاكسين، أي سهمين متعاكسين، منحة واحد ومنحة اثنان. نعرف الآن ما معنى حالة التوازن. تعريف حالة التوازن، تعريف حالة التوازن. ما هي حالة التوازن؟ هي الحالة، هي حالة تتوقف فيها المجموعة عن التطور، وتتميز بوجود جميع المتفاعلات والنواتج، جميع المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية، نواتج في الحالة النهائية، في الحالة النهائية، وعدم تغير وبعدم وتتميز وتتميز كذلك بعدم تغير، عدم تغير كميات مادتها مع مرور الزمن، مع مرور الزمن. إذن قلنا حالة التوازن هي حالة توقف في المجموعة عن تطور، تتميز بوجود متفاعلات والنواتج في الحالة النهائية، ولا تتغير كميات مادتها مع مرور الزمن. ونفسر التوازن على المستوى الميكروسكوبي، نفسر على المستوى الميكروسكوبي، نفسر حالة التوازن على المستوى المجهري أو المستوى الميكروسكوبي، بأن الدقائق التي تتكون في المنحة واحد تختفي بالمنحة جوج. الدقائق التي تختفي بالمنحة واحد، دقائق، بأن الدقائق أو عدد الدقائق التي تختفي بالمنحة واحد، منحة واحد، بالمنحة واحد يساوي عدد الدقائق الدقائق الذي يتكون أو التي تتكون بالمنحة منحة اثنان. نقول أو نسميه توازن ديناميكي، ديناميكي. ما معنى ديناميكي؟ أي متحرك، رغم أن كمية المادة ثابتة لا تتغير مع الزمن، ولكن التفاعل دائما في حركة، لأن سرعة اختفاء المتفاعلات يساوي سرعة تكون النواتج، أي المتفاعلات تختفي بالمنحة واحد في نفس الوقت تتكون بالمنحة جوج. وهكذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع، تحول الذي يحدث في المنحيين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التفسير، وإلى اللقاء إن شاء الله في موضوع آخر.